مساء الخير كل متابعي اليوم السابع. هكون معاكم النهارده انا محمد قاسم في لايف جديد وحكايه جديده. حكايتنا النهارده هتكون عن هدوم العيد بالكيلو وعلى الميزان. زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي البراندات الغاليه بتتوزن وبتتباع بالكيلو. هنعرف النهارده من خلال تجربتنا على الميزان الاسعار بتكون ازاي وازاي يعني ايه مفهوم الهدوم اللي بقت بالكيلو. مساء الخير، متعرف بحضرتك؟ مساء النور، انا اسمي اسراء. اهلا بحضرتك، كل سنه طيب. عايزين نعرف طيب منك بقى يعني ايه فكره الهدوم بالكيلو. يلا بينا. يلا بص، الفكره بتاعه الهدوم بالكيلو تحديدا موجوده من بدري جدا، تقريبا احنا اول ناس ابتكرناها. فكره الاستوكات موجوده من زمان قوي، بس كانت بتتباع بالقطع، يعني كانت تروح تشتري قطعه ملابس دي بالقطعه بتتباع مثلا برقم اكنك بتشتري من اي محل. فكرة بقى الكيلو ان انت بتروح عايز تشتري حاجات للاطفال، لاولادك، لبناتك، ليك انت، لزوجتك مثلا، بتبدأ تختار القطع اللي انت عايزها وبعدين بنحطها على الميزان. احنا مثلا هنا الكيلو ب 400 جنيه، القطعة دي قطعة حريمي هتبقى سعرها 380 جرام، سعرها 152 جنيه. يعني كل حاجه ده بالميزان. بالظبط، يعني كل حاجه احنا بنختارها بالميزان. ده مثلا برضو قطع حريمي تانية، تمام، برضو نفس الكلام على الميزان، هيبقى سعرها 98 جنيه. طبعا حسب الوزن. طبعا حسب الوزن، كل حاجه حسب يعني الوزن. دي مثلا ربع كيلو تقريبا، اقل كمان. هاي بالظبط، ربع كيلو تقريبا 245 جرام. طبعا الفكره مش في الحريمي بس، انت لو عايز تشتري حاجات للاولاد، لرجالي، تلاقي حاجات شبابي مثلا، شورتات، هتلاقي كل الاصناف موجوده. للاطفال هتلاقي حاجات للاطفال كلها طبعا بتبقى جديده. احنا فكره الاستوك، في فرق ما بين الباله وما بين الاستوك، وده اللي احنا عايزين نوضحه للعميل ونقول له الفرق بين الاثنين علشان خاطر ما يحصلش دوبليكيت. يعني لا لا لا، طبعا في فرق ما بين الاستوك والبال. الاستوك الحاجه دي جديده جايه استيراد اوروبي، كلها تقريبا بالتيكت او اغلبها بالتيكت، انما هي جديده، كلنا متفقين عليها ان هي بتبقى جديده. فكره الباله دي معروفه من سنين السنين ان هي الباله مقفوله، دي كانت مستعمله، هدوم مستعمله سواء مصري سواء مش مصري، هي هدوم مستعمله وبتتباع، بتتعبى في يعني في بلات كبيره وبتتباع بقى في المحلات. طب ازاي اي حد يقدر يعني بسهوله الهدوم طبعا بتبقى باينه؟ لا، الهدوم طبعا بتبقى باينه. بص حضرتك، هنا الخامات، يعني ده اكيد ده بنطلون اطفال، بنطلون جينز اطفال، اكيد باين فيه ان هو ما اتلبسش قبل كده. يعرفوا ازاي؟ يعني انت مثلا ممكن تكون عندك خبره شويه، لكن اي حد داخل بيعرف ازاي ان الفرق، يعني فرقه بطريقه معينه ولا الملمس كده 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 التيكت موجود. لو التيكت بيبقى مش موجود، لا، ملمس الحاجه، يعني مثلا دي قطعه اطفال، تمام، الخامه بتاعتها مش يعني مش موبره لان تقريبا ما اتلبستش او ما اتغسلتش قبل كده، خامتها ناعمه لسه، دي مفيش يعني دي واضحه حتى بالعين، الالوان بتاعتها مش بهتانه، يعني هي دي لسه جديده. طب رايح حضرتك شايفه في اقبال على الموضوع الوزن بالكيلو بالنسبه طبعا للعيد والهدوم عموما؟ ده احسن بكتير. يعني الميزان دلوقتي بقى هو الفيصل. لا، احسن بكتير. يعني انا مثلا لما انزل اشتري تيشرت، ده تيشرت شباب، تمام، التيشرت الشباب ده انا عشان انزل اشتريه هيبقى سعره مثلا رقم، يعني لو انت تشتري تنزل تشتري من براند هيبقى سعره كبير، انما احنا مثلا ده هتحطه كده على الميزان، ده ب 64 ب 62 جنيه تحديدا. وزنه قد ايه بقى؟ ده وزنه 155 جرام. يعني دلوقتي كل حاجه على الميزان، كل حاجه على الميزان، يعني حتى الحزام على الميزان، حتى الحزام كمان، حتى المصنوعات الجلديه على الميزان. ده جديد موضوع لا جديد اعتقد. بص انت شايف دلوقتي يعني ده عامل مثلا وزنه قد ايه؟ ده الحزام اهو، ده يعني لسه جديد، ده وزنه 185 جرام ب 74 جنيه، كل حاجه على الميزان. حضرتك عايزين نشوف مثلا لو طقم بناتي وطقم ولادي، ممكن مثلا نشوف مع بعض. لو الشورت ده
ده شورت اولادي او شبابي يعني، ده كده الشورت. هنشوف عليه تي شيرت مثلا، نشوف التي شيرت ده برضو تمام. دي كده ده شورت وتي شيرت. الطقم ده كده تحديدا وزنه 440 جرام، ده سعره 176 جنيه يعني اقل من نص كيلو وزنه. طبعا وزنه اقل من نص كيلو. تخيل انت هتنزل تشتري طقم كده ب 176 جنيه، يعني في لو هتنزل تشتريه بقى من مكان كبير وبراند وحاجات، هي طبعا كده كده كلها حاجات جديد، بس طبعا في فرق ما بين ان انت تشتريه من براند هتشتريه بألوفات، ولما هتيجي تشتريه بالكيلو هتشتريه بالسعر ده. نشوف بقى ايه تاني مناسب للبنات. ده مثلا الشباب الموضوع الوزن بالكيلو بيبقى الكله ولا مثلا؟ لا لا بس كله يعني كله طبعا بالكيلو. طبعا يعني مثلا انتشرت امتى مثلا؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا اول ناس ابتكرناها واخترعنا موضوع البيع بالكيلو، حاليا هو دلوقتي منتشر جدا. كان ده تقريبا من 2016. ده مثلا حاجات للاطفال، حاجات الاطفال بقى بتبقى احسن حاجه على الميزان. السلبت ده لبيبي صغير، ده سعره 16 جنيه. شوف مع حضرتك قلنا الوزن تمام، ده وزنه 40 جرام او اقل من يعني 40 جرام، ده ب 16 جنيه. ده كده يعني كل حاجه كل حاجه على الميزان. هو الجنس ب 300، الجنسات تحديدا ب 300. ممكن نشوف مثلا حاجه الحاجات الحريمي مثلا مع بعض. دي مثلا بلوزه حريمي تمام، الناس اللي بتحب الصيف بقى والربيع كل سنه وانتم طيبين. دي وزنها لوحده 185 جرام، سعرها 74 جنيه. ممكن نشوف معاها مثلا بنطلون، ده بنطلون جينز. العميل بقى اللي بيدخل كان اول مثلا بيشوف القطعه عليها السعر كام، دلوقتي بيدخل بيسال الكيلو بكام صح؟ دلوقتي هيدخل يسال الكيلو بكام، مش هيسال القطعه دي بكام. نعرف بس من حضرتك ايه هو اللي على الميزان. البلوزه البيضه دي لوحدها ب 74 جنيه، وزنها 185 جرام. هو بس الجينز ب 300 تمام، ده وزنه 420 جنيه. سوري، وزن 420 جرام ب 126 جنيه. نصيحة بقى حضرتك للمتابع اليوم السابع دلوقتي اللي بيشوفونا، يعني نصيحتك ايه لأي حد بيشتري بالكيلو؟ يعني يفرق ازاي ما بين الحاجات اللي يقدر يشتريها وتكون أفضل حاجة إن أنت تيجي تشتري حاجتك بالكيلو، علشان يعني أنا ليه بنصح ده؟ فرق السعر دايما بيلعب معانا أحسن حاجة السعر، يعني اكتر نقطة احنا بنلعب عليها فعلا هي فكرة السعر. خامة كويسة جدا، احنا حققنا معادلة صعبة، الناس اللي بتبيع بالكيلو كلها حققوا المعادلة الصعبة. خامة كويسة وسعر كويس، فانت مش هتدور على حاجة كتير، انت محتاج ايه اكتر من كده غير ان انت تلبس حاجة شيك وفي نفس الوقت سعرها كويس. نصيحتهم بايه بقى؟ يعني نصيحه اخيره كده لكل متابعي اليوم السابع، ان هم يختاروا هدومهم بالكيلو بس يبقوا عارفين ان الحاجه دي ستوك كويس وماركه كويسه معروفه طبعا. يعني خلينا نقول اماكن كتير بتبيع بالكيلو، والاستوكات خلاص دلوقتي مجال الاستوكات بقى مفتوح في كل حته، وناس كتير قوي معروفه تحديدا اللي هي تروح تشتري من عندها. ففكرة البيع بالكيلو لا، بقت افضل بكتير من ان انا اروح اشتري بالقطع. وديك انت شفت زي ما احنا شفنا كده مع بعض على الميزان الموضوع مختلف ازاي. طيب. نشوف بقى كمان حاجة برضو ممكن مثلا نشوف بالنسبة للاولاد بقى او الاطفال. يعني مثلا ده سن محير، ده شورت سبورت، حاجات الرياضية برضو موجودة في الصيف وفي الشتاء في كل طبعا يعني. شتاء صيف اي حاجة، احنا حاليا في الربيع.
ده وزنه 120 جرام ب 48 جنيه. ممكن مثلا نشوف عليه تي شيرت تاني، تي شيرت اولادي مثلا. ده كده طقم مثلا على بعضه ب 78 جنيه، وزنه اقل من 200 وزنه جرام. اقل من 200 جرام. يعني مثلا خلينا نقول ان ده ادي كده الاولادي، وادي الحريمي، او بلاش ده عشان خاطر الجنس ما نغيرش الرقم. ده كده فستان حريمي تمام، وده الطقم الرجالي تمام. ممكن نشوف معاهم للاطفال نيوبورن، احنا اشترينا كده العيله كلها تمام. ممكن نقولهم تاني على المثال وزنه قد ايه؟ تمام، ممكن نقولهم تاني. ده سالوبيتة اطفال حديثي الولاده تمام. ده التي شيرت، تي شيرت شبابي والشورت تمام. وده فستان حريمي، ده تي شيرت يعني سن محير، وده شورت اولادي. ده هنحطهم كلهم. زي ما حضراتكم شايفين متابعي اليوم السابع عن فكره بيع هدوم العيد بالكيلو، زي ما حضراتكم شايفين كله على الميزان، بنوزن الاول وبعد كده نشوف. هنحط، هنشتري للعيله كلها، يعني هتروح في العيد ده خلاص، احنا العيد داخل، هتنزل تشتري طقم لكل حد في العيله. دي كده الحاجات كلها اللي احنا حطيناها، وزنها 1000 يعني حوالي كيلو 20 جرام، وده سعرها 408. هتدفع 408 وتشتري لكل العيله. طبعا هو اي حد بيدخل في اي مكان اللي بيبيعه بالكيلو بيخش ينقي ويوزن، يعني دي الفكره. طبعا ايوه طبعا، المحل بيبقى موجود بيخش ينقي اللي هو عايزه، ايا كان اللي هو محتاجه ايه، سواء اطفالي حريمي رجالي، اي حاجه هو محتاجها، وهيبدا ان هو يحطها على الميزان زي ما احنا شفنا كده مع بعض. هيحط الحاجه على الميزان، هيوزنها، هيشوف سعرها ايه مقابل الوزن بتاعها، وخلاص على كده. طبعا بقى ممكن لو هو لقى ان الوزن عالي شويه بيقلل، يعني الفكره طبعا ان هو طبعا يعني ممكن، لا اصل كده الوزن عالي شويه، احنا ممكن نشيل الشورت ده دلوقتي، طب خلاص كده السعر قل شويه، طب لا يعني احنا خلاص احنا عايزين نشتري كل حاجه، السعر برضو مهما كان السعر برضو مش غالي جدا، يعني لكل الناس طبعا عارفه الاسعار حاليا بالنسبه لللبس نفسها، يعني نفسها بتبقى عامله ازاي، في فرق طبعا شاسع. طبعا ممكن نوزن برضو طقم رجالي او شبابي، نشوف ممكن مثلا نشوف مع بعض تيشيرت تاني. شبابي مثلا ده، لا ده شورت اطفال. لحظة واحدة، ممكن مثلا نشوف البنطلون ده. ده مثلا بنطلون جينز. الجنسات كلها برضه بالكيلو، يعني طبعا الكيلو برضه. الكيلو بتاع الجنس في اماكن كتير بيبدا من 300 جنيه. ده تجربه عمليه للجنس. تقريبا نشوف كام بنطلون جينز يبقى كيلو. يعني هو هنا كده البنطلون اقل من نص كيلو. بالظبط، ده كده بنطلونين 865 جرام. زي ما حضراتكم شايفين هدوم العيد بالكيلو متابعي اليوم السابع، فكره انتشرت بشكل كبير، ودي اخر التقاليع في بيع الهدوم. ده تي شيرت تاني مثلا. هو بس عشان اسعار الجنسات غير مختلفة عن التيشيرتات. شوف مثلا كام تيشيرت
بنفس السعر ده. ادي تي شيرت 2، نشوف هيطلعوا كام كيلو لكام تي شيرت. ادي ده كده 3، ده كده 3 تيشرتات ما كملوش نص كيلو. 3 تيشرتات ما كملوش مع بعض كده جودتهم. ده كده تيشرت اهو، تمام. ادي ده التاني، ده تقريبا اخوي يعني نفس الشكل. طبعا المقاسات كلها بتبقى موجوده، فرق برضو هو يعني جوهري بين الاستوكات والبلات ان انت هتلاقي المقاسات موجوده. انا بشكرك شكرا جزيلا. لا عفوا يا فندم، نورتونا، متشكره جدا.